السلام عليكم زوينة دياولي، كديري لاباس عليكم؟ بخير، هانيين، اموركم مزيانه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم واحد الروتين خفيف ظريف. خرجت انا وماما تقدينا شي حاجه، ما تقديناش كل شيء، غير داكشي اللي كاين في مرجان حاولنا نتقداو منه، وخلينا التقديه الاخرى يعني هادشي ديال الخضره وهادشي يعني وقت اخر. المهم نتمنى لكم فرجه ممتعه. كنت باغا ناخد هاد الشبيكات ولا هاد لي فوليت ديال الحلوه. الساعه انا ما بغيتش هادو بالالوان، كاينين عب الالوان، انا بغيت ديال لينوكس، ما لقيتهمش، ما لقيتش ديال لينوكس. المهم البنات، انا ما عارفاش اتاي اللي زوين الصراحه، ما كنعرفش هادشي ديال الماركات في اتاي وهذا، اما حسن المهم تقولوا لي في لي كومونتير. دابا غادي ناخذ غناخذ غير باكيه وحده وتنشوف في لي كومونتير اشنو اللي مزيان، عاد ناخذ ديك الساعه هذيك الماركه اللي مزيانه. فينو؟ خذي الخزامة من الأحسن، الخزامة زوينة. عندكم البنات أومو، هذا اللي في الخنشة وهذا اللي في هاد البوديزة، واعرين 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 طوب، زعما جربنا تعيينا. هادو هما اللي هادو كيخرجوا لي، ترا خديت الخنشه ديالهم. يلا بدينا كنتقداو، خديت الخنشه ديالهم. هادشي ديال الدقيقه البنات والفورص والقمح وهذا، كنتو ديما كتسولوني انا كناخذ الاتقان، ولا ما لقيتش الاتقان كناخذ هموني زوينه زوينه بزاف. دابا ما غاديش ناخذ انا لا دقيق لا ما غاديش ناخذ دقيق لحقاش حنا كنخدمو فيه بزاف، وملي كنكون خدامه كنصاوب لشي كليانة شي حاجه كنعجنوا لينا حتى حنا، يعني ما لا داعي باش ناخذ منه. ها هما البنات اللي سولوني، هي هذه الاتقان اللي كناخذ، غير انا كناخذ الخنشه الكبيره. راه ما كنديرش الاشهار ولا شي حاجه، رانا انا ملي كنبغي راه كنشريه كنخلصو بالفلوس، غير انا حيت زوين ليا بالنسبه لهذا الملاوي، بالنسبه للزبده، عفوا بالنسبه للحلوه كيصدق ليا هو احسن. المهم هادشي اللي انا بغيت غير نوصل لكم، بان راه ما كناخذ ماشي اشهار ولا شي حاجه، راه كنخلصوا بالفلوس وكناخذوا. وانتم راه دايرين فيها التخفيض، هاد الخنشه فيها 10 كيلو وزيده فيها 2 كيلو دايره 53 درهم. البنات هاد الملحه هادي لصحاب الريجيم، انا جيت غادي ناخذ منها وحده حيت باديه واحد الريجيم، غادي ناخذ منها وحده، وسمعت انها زوينه وجيت كنقلب عليها. كاينه حتى هذه، ولكن هذه شويه الثمن ديالها طالع على هذه، غادي نجرب غير هذه اللي ب 19 درهم وغادي نشوف. طبيعة الحال البنات انا هذا الشيء ممنوع منعا كليا، ما نقدرش ناكله وما نقدرش نقرب ليه، حيت بديت بادي واحد الريجيم وخاصني التزم به، لان بداو كيوصلوني واحد العلامات ديال انني خاصني نقص، يعني هادشي مكتفي غير بالنظارات. ايوا البنات حنا يلاه جينا، عرفتوا عييت، يلاه يلاه دخلت، ما قدرتش الحمد لله ما قدرتش نبقى اكثر باش دغيا نوريكم هادشي ونصور دغيا باش نرتاح ونجلس مره، يعني ما لقاش تيبرد في الدم كما كيقولوا. المهم انا غادي نوريكم اشنو خديت. ايوا نبداو على بركه الله. اول حاجه هادو ضروريين بالنسبه ليا انا، ضروري خاصني هادو ديال البوبيل، حيت مع الخدمه كنضطر باش كنلوح الزبل بزاف، فهادو هما اللي كيعتقوا الموقف. هادو والله ما بقيت عاقله على الثمن ديالهم. هادو ديال الطون
مثلا الا كان شي صالاد مثلا، الا كانت هكا حنا بعد مرات كنديرهم غير مع شلاضه هكا، الا كان ما كان لا عشاء لا والو، دغيا مع شلاضه مع مطيشه والبصله وكنزيدوا عليهم هادو كيعصقوا الموقف حتى هما. خديت منهم جوج وخديت هاد اتاي، هاد اتاي سميتو يا ربي سميتو هذا سميتو الكمانجه. انا ما بغيتش نكثر، غناخذ خديت غير هادو تتقولوا لي اش من اتاي زوين، ولا لقيت الاغلبيه كيشكروا في شي نوع غادي ناخذو. ما بغيتش نكثر، كنت باغا ناخذ شي ثلاثه ولا اربعه، تقدي تقريبا ديال شهرين شهرين ونص حتى 3 شهور باش ما نبقاوش كل ساعه خارجين داخلين كنتقداو. خديت لالا هذا، هذا زوين بزاف البنات، هذا زوين عرفتوا ولدي بحال اللي فيه وكيخرج الحوايج. هذا ديال الماكينه، هذا ديال الماكينه اوتوماتيك والماكينه العاديه، ما نعاودش لكم كيخرج الحوايج من داكشي. حنا تقريبا دابا شي ثلاثه المرات وحنا كناخذو، هذه تقريبا كتدي شي شهر، راكم عارفين اللي كيصبن ديما هو هذا حاله. كتدي فيها شحال، فيها 5 كيلو، لا ماشي 5، 5 كيلو ونص، فيها 5 كيلو ونص، كتدي تقريبا شي شهر. اش بغيت نقول لكم، الثمن ديالها تقريبا غتكون دايره شي 93 درهم، شي 95 درهم تقريبا باش خديتها. خديت هاد السكر على حساب الريجيم، هاد السكر الاسمر حيت بغيت نبدا البنات الريجيم واخيرا بغيت نلتزم به، داكشي علاش قلتها، داكشي علاش قلتها دابا في القناه، حيت ديما كنبدا في الريجيم وكنلتزمش به. دابا بغيت نزير راسي ونديرو ونقولها لكم باش حتى نتوما تكونوا مشهود. ها هو هذا خديته، غادي نقص السكر، نقص ليدام، نقص الماكله في الليل، صافي داكشي سالينا منه، حتى الملح حتى هي نقص. ما خديتش شي حاجه كثيره، المهم خديت هذا، هذا حتى هو رائع رائع رائع. انا كيعجبني الريحه ديال الخزامه، هذا خديته باش ما نبقاوش ثاني نعاودو كل مره سير خرج تسخر جي خرج دخل، اللهم تاخدي شي حاجه بالزيد وتنسايها واحد تقريبا واحد شهرين. هذا راه يبقى بزاف حيت حنا كنديرو قفاله راه تقضي لك في السطل ديال الماء. ايوا شنو ثاني خديت هادو، واخا ما غاديش ناكل منه حتى حبه، هذا كنخدم به حتى هو كندير به المملحات، وحتى موالين الدار حتى هما كيفطروا منه، ولكن انا حالفه ما نقربش ليه ما بقيتش انا كاع هادشي. خديت هذا، خديت هذا كندير به الوصفات هكا اللي كنبغي نحط في القناه، وحتى كنخدم به الناس اللي صابلي. انا دابا حيت ما باغاش نتقدى بزاف حيت ما شاداش الخدمه هاد السيمانه بزاف ولا هاد 10 ايام، حيت غادي نصبغوا الدار وغادي نكونوا مرونين، فما غاديش نقدر الدار كتصبغ وانايا جالسه خدامه. من الافضل انني حتى نسالي هاد الشيء كامل، بغينا نوضوا شويه نعالج، ولا كان لقينا ما يتعالج. داكشي علاش ما كثرتش على راسي، هادي خديت غير هذا، هذا تقريبا داير شي 100 درهم. هاد الاسمين راهم معروفين في مرجان. ايوا يا لاله، وخديت السكر وخديت هاد الملح، هادي خديت هاد الملح باش ما غاديش نبقى نستهلك الملحه العاديه، غادي نولي ندير غير هادي، هادي حتى هي راه ديال الريجيم، هادي زوينه، كاينه وحده غلا منها، غير انا ما بغيتش ناخذ شي وحده غاليه. عرفتوا البنات الغلط خايب، اولا كيسخف، راه انا راه حتى حسيت براسي ما صافي وليت ما بقيتش هي هذيك، عاد بغيت نوض للريجيم، ما نمشي لا طبيب لا حتى شي حاجه، المهم هو انك تنقصي انت من عندك شويه الماكله. وخديت ليا انا، خديت هاد كيري، هاد الكيري الطبيعي. باش ما نكذبش عليكم، انا من النوع اللي كينوض في الليل فيه الجوع، كنبغي خاصني عم ناكل، ما غاديش نبغي ناكل شي حاجه من يد ما ولا شي حاجه اللي غتخسر ليا هاد الريجيم اللي دايره، فناخذ من هنا قد ما خديت، راه ماشي مشكل لحقاش طبيعي. وهذه خديتها على قبلكم البنات اللي قالوا لي ديري لينا البغرير، حنا راه ما عندناش مع البغرير، وانا ما كنبغيش ناكل البغرير، ما كيعجبونيش المعجنات. خديت هذا باش ندير لكم فيه البغرير، هذه مقله خديتها تقريبا شي 85 درهم. طبيعه الحال لي باك تنيا مطيشه الحب، خديت انا السكر ديال القهوه، هذا ماشي ليا ليهم،
خديت لي بات، خديت هادو، هادو من لاماكوم. بغيت ناخذ النوعيات الاخرى ولكن لقيت بان نوعيه اخرى غلا، صافي ناخذ هاد لاماكوم ونحاول نحتفظ عليهم لانهم حتى هما كيصديو حتى هما ما كيبغيوش غير الماء، هو ملي تغسليهم مسحيهم وغادي يبقاو لك مزيانين. ايوا اش غنقول لكم، خديت هادو، هاد الحباب، هاد الحباب ما نقدرش نستغنى عليهم. البنات اللي كيقولوا لي وجهك صافي، ها هما طبيعه الحال راه كاين الغسيل وكاين هذا، كنغسل بالصابون وهذا، ولكن هادو ما كيخطاونيش لحقاش لقيت فيهم الراحه ديالي ولقيت فيهم حتى وجهي كي يعني كنحس بوجهي مزيان، حيت راكم عارفين قوه الخدمه وقوه العجينه وقوه الفران وقوه الصهد راه يخرج لك على الوجه، هو الاول غيبان لك وجهك. ولكن الا حاربتي داك الشيء بشي حاجه اللي مزيانه كتغسلي بها وجهك فمن الاحسن. هذا خديت هاد الطين الاسود، هذا زوينه البنات رائع، يلاه تقاد عليا. كان عندي لاخر داك الطين الاخضر كملته وخديت هذا، هذا كنت ديجا مجرباه، رائع رائع البنات، كيعطي كي واحد الانتعاش للوجه، كيصفي الوجه مع الوقت، كيحيد لي هذا الرؤوس السوداء، واعر البنات. هذا خديته من مرجان، خديته تقريبا داير شي 100 درهم ولا 100 وشي حاجه ما عرفتش. وبالنسبه للغسول المقشر خديت هذا من كلين كلير، عفوا كنت بغا نقول لكم غارني حتى هو مجرباه وبقى في لساني. هاد كلين كلير رائع البنات حتى هو. المهم انا هادو هما اللي متبعاهم وجهي. المهم هاد الفصيله ديال لوريال كل مره واش كناخذ، مره كناخذ هاد لارجيل هذا الاسود، مره كناخذ ديال الطين الاخضر، مره كناخذ ديال، حيت هما راه فيهم بزاف ديال الانواع. المهم كنحاول انا ما ناخذ شي حاجه اللي غير هي، مثلا انا باغا غير اللمعان ولا باغا، كنحاول ناخذ شي حاجه اللي غتنقي وجهي هو الاول. وجهي الا كان نقي هو الاول اي حاجه درتيها من بعد كتصدق فيه، ما يمكنش لك ديري شي حاجه وانت وجهك فيه عامر بلي بوان نوار، عامر يعني كيكون واحد المناطق داكنه هنا في الجناب، يعني ما يمكنش. فهاد الشيء اللي كاين البنات، نتمنى ان هاد الفيديو يكون نال اعجابكم. سمحوا لي انا كنبغي نشارككم روتيناتي كامله ماشي غير الحلوه. بالنسبه للبنات اللي كويا انكم تكونوا في افضل الاحوال ان شاء الله يا ربي، كل شيء يكون بخير وعلى خير، الانسان يتصرف على طبيعته. انا ما بغاش نتبع شي واحد ولا نكون بحال شي واحد، انا بغا نكون بحال راسي، واللي بغاني بغاني واللي ما بغانيش ما عندي ما نقول ليه وما عندي ما ندير ليه. انا واخا يبقاو عندي غير 100 ديال الناس ويكون عندي غير 100 ديال المشاهدات، ولكن اوفياء وكيبغيوني هذاك بركه ليا. فاللي غيبقى يقول لي تبعي هذا وبركه عليك غير الحلوه وتبعي هذا، عافاك بلا ما تدخل عندي، انا مسامحالك من هنا يعني بلا ما تبقى تدخل عندي. انا باغا نحط داكشي اللي بغى ليا خاطري، وام ميم طون راني كنحط للبنات وكنقول لهم داكشي اللي كنتعلم اللي كندير، وتا هما ياخذوا عليه فكره ويتعلموه. هذا ما كاين البنات، وخليت لكم الراحه وان شاء الله الفيديو الجاي